The arch of Al-Madain, 3rd century AD, it considered the biggest and highest from its kind in the ancient world. ديوان المدائن الذي يعود في تاريخه إلى القرن الثالث الميلادي ويعتبر أكبر وأعلى قوس من نوعه في العالم القديم. وهذا القوس هو عبارة عن جزء من قصر عظيم كان يدعى خلال الفترة العباسية بالقصر الأبيض.